ادخل. الحقيقة يا ستي محروس خرج هو نعيمة وسامية. يعني كده؟ وكمان قال لها ان هو يكتب لها البيت شبكة باسمها. يا نهار ابوها مجندل. يعني هما رايحين المأذون دلوقتي؟ اه هو ده اللي انا سمعته. ده انا لو ما حشر كلب كان طمر فيه. اه يا والدي الخسيس يا واطي. عند المأذون؟ ده انا هوديه عند الحنوتي. اه يا محروس الكلب. اما وريتك. وانت يا اخويا بقى ان شاء الله هتلاقي الشهود دول فين؟ لا ما انا بعت اجيبهم. هو في اكتر منهم في البلد دي؟ بقول لك ايه؟ عايزك تاخد البت سمسمه البطايه دي كده اهو تحطها في عينيه. في عينيه بس؟ دي في عينيه وفي قلبي. هو انا هيبقى ورايا شغلانه غيرها؟ ده انا ما صدقت. ما صدقت ايه؟ على فين يا سبع البرومبه؟ انت ايه يا وليه اللي نزلك من البيت؟ وازاي تنزلي من غير ما تاخدي اذني؟ اذنك؟ اذنك ده يا اخويا؟ تكونش فاكر نفسك راجل صح؟ ده انا هفرج عليكوا البلد كلها. اقسم بجلال الله لو صوتك ده اترفع لا ينزل كف ايدي على صداغك ينورها. انا بقول لك اهو. يا نهار اجهل، عايز تضربني يا محروس؟ والله نفسي، بقى لي كام يوم كده ايدي بتاكلني، بس نفسي مش مطوعاني. جنيه؟ طب طلقني. انت طلقت روحك بره جسمك يا شيخه. انت ايه، مش عارف اشكمك ولا ايه؟ جنيه يا نعيمه؟ عايزه تجوزي جوزي لشوال البطاطا بتاعك ده؟ ياه مالك يا اختي، العيال عشقانين بعض بيموتوا في بعض، اعمل انا ايه يعني؟ موتة تاخدهم هما الاثنين يا رب في يوم واحد. ليه كده؟ عملت لك ايه يعني؟ اه واللي عملتيه فيا يعني هو اللي كان حلو سكر وعسل؟ عملت لك ايه؟ صدق بالله كريمه عندها حق، انت مرة عقربه. عقربه لما تلوشك يا بعيده. وبعدين مالك يا اختي عامله كده ليه؟ جايه تنكدي علينا فرحتنا كده ليه؟ ما تتهدي شويه. اتهد؟ ده انا هفرج عليكم امة لا اله الا الله. خليها يا ولية. في ايه؟ انا ساكته 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 ومش عايزه اتكلم، مش طايقك ومش عايزك. انا لو منك اسيبه. ساكته ساكته ساكته. والنعمه ابروك عليكي افطسك. اهجرك عاد. اوعي يا ولية. ايه يا ولية مالك؟ يا ولية انت اتجننتي ولا ايه؟ اهجر يا فك. ايه اللي حصل؟ مولد بتتكلمي بجد؟ مولد يا محروس عايز تتجوز عليا وانت الفردوس. الحجوري الحجوري يا خلق ودوني المستشفى. مش هتقدر، هات عندي البيت. انت يا ولد يا حاجة. لا ما تقدرش تروح المستشفى. بقى عايز تتجوز عليا يا محروس يا ولدي. اولاد انت بس وبعدين نتكلم. اولاد؟ طب ما ولداش. هو بمزاجي. قومي. ما ولداش. قومي. ما ولداش. يلا يا حاجة. ميه سخنه بسرعه. ميه سخنه. ميه سخنه ليه يا اخويا؟ هيسلقوك فيها ولا ايه؟ احنا مش هنروح للمأذون ولا ايه؟ مأذون ايه يا بقره؟ الست بتولد. لا 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 لا، انت هتخوفني كده منك. انت خايف عليها ولا ايه؟ انا مش خايف عليها، انا خايف على اللي ببطنها. طب بص بقى، لو ما رحناش للمأذون دلوقتي مفيش جواز. فاست ولا لسه يا اختي؟ كهن والمحن ده. الميه سخنه قالوا بتولد خلاص، محدش ولد غيرك. يلا يا موكوسة مالكيش في الطيب نصيب. يلا ان شاء الله تموت. يا ابن المشروع يا اللي اصبر يا جدع. انا بقيت اب، انا خلفت. يا اخواتي يا اخواتي يا اهل الدار يا مروان. الحمد لله على السلام. مش كنت تكلميني؟ كنت جيت وقفت معاكي ولا حاجه؟ الله يسلمك يا اختي. الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. ويا ترى بقى البيبي ده جبتوه ولد ولا بنت؟ ولد. اللهم صل على سيدنا محمد. عليه الصلاة والسلام. لا وايه؟ كيف القمر؟ وشه منور ومدور وسميناه بدر. الله اكبر الله اكبر. احنا لازم نذبح له عجل. لا عجل ايه؟ قول اتنين تلاتة. هو اللي جه ده شوية، ده سيد الرجال يا مروان. اه ده كفاية ان هو ابني وابن فوزية. لازم كل بيت في البلد دي يدخل الزافر. ايوه امال ايه؟ طبعا فته ولحمه ورز عشان ما ينسوش اليوم ده ابدا، اليوم اللي جه فيه واد فوزيه. طبعا. واللي كمان ايه؟ اي واحد اي واحد ليه اي حاجه في البلد دي ان شاء الله بعون الله مقضيه باذن الله. ولا ايه يا فوز؟ ايوه طبعا. امال ايه؟ مبروك يا ست الستات. مالك خلفتي ايه بقى؟ الله يبارك فيكي. جبت واد.
واد ايه يا جدعان؟ ما حدش هيسمعنا زغروطة. العب 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 حلقتك برجلتك حلقة زغرط يا فوزية. هو أنا كنت ناقصة يا ربي؟ هو أنا كنت ناقصة وواد وبدر وبدر؟ إيه يا ست الكل؟ كنا ناقصين البلاوي اللي بتتحدف علينا دي؟ أنا عارفة يا بنتي، كله من زينب. كان زماننا ماسكين الدنيا كلها بإيدينا دلوقتي. بس معرفش بقى حكاية الضمير اللي سحلي فجأة ده. بقول لك إيه يا كريمة؟ لازم تفهميها وتعدليها. اقسم بالله لو ما اتعدلت لكم مموتالها ابنها. ايه ايه انت اتجننتي يا بت؟ اوعي حتى تفكري كده، اوعي يحسك عينك. رتال انا عارفاكي، انسي حكايه المود دي خالص عشان خاطري. ربنا يسهل. تعالي تعالي على مهلك على مهلك يا ست الكل، على اقل من مهلك يا ابوي. على مهلك على مهلك. على مهلك. كنت عايز تتجوز عليا يا محروس؟ يا بت يا بت انت صدقتي؟ انا كنت بعمل بس الشويتين دول، يعني عايزك تيجي تجري عليا وتقولي لي اوعى تعمل فيا كده يا محروس، يعني الاهل بالحب وسخن المسائل. هات امك. هو انت بتحب امي للدرجة دي؟ محروس ما عايزاش اسمع منك كلمه تانية. اسمع انت الكلمتين اللي انا هقول لك عليهم دول وافهمهم زين وحطهم في راسك واقفل عليهم بالضبه والمفتاح. قولي يا روح قلب محروس. وايمانات المسلمين، لو لعبت بديلك تاني ولا وسخت، ورحمه الغاليين، البيت ده مش هتعتبه تاني، وولدك مش هتشوفه مرة تانية. آه طب امسكي كده الواد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اسمعي انت بقى يا روح امك عشان تبقي فاهمة وعارفة واخدة بالك من كل حاجة، عشان انت الظاهر كده والله أعلم خلاص بقيتي نايمة على ودانك. نعيمة خلاص مش هتسكت، عرفت ان الحب والطيبة ملهمش أي لازمة، فقررت إن هي تقلب الترابيزة على البيت باللي فيه، وكريمة مروان في جيبها تطلعه وقت ما هي عايزة وتدخله وقت ما هي عايزة. وسي حسن بقى بقى مع الكبير، العمدة الكبير قوي، العلاقات، بيجري في سباق عايز البلد كلها تبقى تحت إيده. إحنا فين بقى من كل ده؟ وإيه دخل كل كلامك ده بجوزك من سامية؟ ما انا كان لازم افوقك ولا ايه؟ وخدي بالك اوعي تفتكري ان مروان سايبك تتحكمي في الفلوس وتتصرفي فيها كده بمزاجك وساكت، لا ده بيلعب لعبة تقيل قوي، انا الوحيد اللي فاهمه. واسمعي يا بنت الناس، انت لازم تستفيدي. اي حاجه تقع ايدك عليها خديها، مش عشاني ولا عشانك، بس عشان خاطر المسكين ده. واوعي تفتكري ان زينب صحيح هتعيش بدقة ولقمة ناشفة، لا دي شوية حركات كده بس بتعملهم، بتلعب لعب على كبير. ما هو ده اللي هيخلي مروان يجي يترمي في حجرها. وانت فكرك يعني ان كريمة هتوافق ولا هتسكت؟ ابدا. وحطي في اعتبارك ان ريتال مع عيل من حسن، وحسن هياخد حقه هياخد حقه مهما طال الزمن. انت فين بقى من كل ده يا حبيبة قلبي؟ وعشان تبقي فاهمة وعارفة، الدليل ابن نعيمة. ابن نعيمة فين؟ بعتته اسكندرية عند حبايبها. هياخد حاجة؟ أبدا. حد فيهم قال لها هاتي الواد يعيش معانا هو ابننا في البيت؟ أبدا. حد فيهم قال لها تعالي حتى لو احنا مش حابينك انت ليكي ايه ولا عليكي ايه؟ أبدا. كل واحد في البيت ده بيجري ورا مصلحته يفوز. يعني يقولك اعمل ايه؟ نفكر، بس نفكر صح. اهم حاجه بقى دلوقتي نفرح بالعيل ده. انا عايز البلد كلها تتكلم على اليوم اللي اتولد فيه، عايز ليله
ولا ألف ليلة وليلة. عايزهم يدرسوها في المدارس. يا سلام.